وجت اللحظة الحاسمة. والفيديو ده يا جماعة ليس لأصحاب القلوب الضعيفة، عشان بس نبقى واضحين. ومبدئيا كان من أولها هطول عشان بس أبقى صريح. أنا عارف إن في ناس بتضايق مني وبحاول بقدر الإمكان إن أنا أرضيكم وأقصر، لكن لما أفتح دي ما ينفعش إن أنا أكروت، لازم أدي احترام لكل كارت منهم. خلاص كده؟ يلا بينا. ناس كده يا جماعه لقيتهم قالوا لي نفتح باكت اكسوديا، فتعالوا بقى نفتح باكت اكسوديا الاول. طبعا هم كل واحده منهم عظام، بس تعالوا بقى نفتح دي مع بعضينا ونشوف. يا خرابي على الكارت، معلش انا ومجهز البايندر، بس البايندر شكله حلو ازاي يا جماعه. فان شاء الله رب العالمين طلع الكروت ونحط على طول في البايندر ده عشان ما يحصلش حاجه للكروت ان شاء الله. يا زين اللي قلبه ضعيف بقى ولا حاجه زي كده يقفل بسرعه جدا، يقفل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لازم اتعامل معاها حرص، لان بصراحه مش عايز اي حاجه تحصل للكروت. ايوه بسم الله. انا معاكم بقى. بصوا يا جماعه، بصوا عامل ازاي. دي الراس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب بقيه الجسم، دراعين ورجلين، يبقى كده خمسه توتال. بسم الله. الله الله. يبقى الراس ودي الرجل الرايت اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. الرجل الشمال. نكمل بقى، نكمل بقى. الله. الايد الدراع اليمين. بص شكله يا جماعه كارت. الشمال بقى. ايوه بقى، ايوه بقى. طب يا جماعه كروت دي كتير، انا شكلي هطول في الفيديو ده، فانا اللي هيحصل ان انا هاخد نصهم والنص الباقي بقى على ايه؟ على فيديو تاني برضو ان شاء الله. بلاك لاستر سولجر. يا سلام يا سلام. 3000 2500. You can ritual summon this card with black luster ritual. لازم يكون معاك الكارت بتاع الريتشوال اللي هو السبيل، يعني السحر بتاع الريتشوال، عشان تطلع ده. اي حاجه زرقاء بيبقى حاجه اسمها ريتشوال، وده بيحتاج له ورقه بتعمله زي الفيوجن كده. الفيوجن بيبقى نفس الفكره برضه، اللي هي ورقته بتبقى موف. ان شاء الله هنلاقي حاجه منه ان شاء الله. بسم الله الله. كارت عادي بلاك لاستر سولجر برضه، بس انفوي اوف ذا بيجيننج. 3000 2500 ده وورير ومعاه افكت. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 نجوم. بصوا يا جماعه سكرت عادي بالراحه. ايوه الدارك ماجيشن. العب بس كارت عادي، مش الترا رير ولا حاجه زي كده. حلو جدا ده طبعا. معانا 1 2 3 4 5 6 7 7 نجوم، والاتاك توب يبقى 2500 والديفنس 2100. ده بتقدر تستدعيه ازاي؟ بتضحي بوحشين. تمام، هبقى اشرح لكم الكروت دي ان شاء الله، هعمل لكم فيديو اشرح لكم فيه كروت. بسم الله. العب الدارك ماجيشن جيرل. دي بقى عندنا 1 2 3 4 5 6 6 6 نجوم بس. 6 نجوم ديت بتستحضرها بواحد، تضحي بوحش واحد بس وتنزلها مكانه. اوبا جايا جايا ذا فيرس نايت. ماشي كارت عادي. اوبا السابون سكال. اهم حاجه يا جماعه الناس اللي شافت بقى السيزونز هيبتدوا دلوقتي ايه يجي لهم كده قشعريره. ايه بقى؟ ايوه صح كده. كيرس اوف دراجون. مش عارف بقى انتوا فاكرين كاتابلت تيرتل دي ولا لا؟ دي اللي كان في الموسم كان ساعات بيقعد عليها الـ 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 الوحش ويقدر ان هو يعمل قوه زياده شويه. ايوه سلتك. ممتاز جدا سلتك جاردين. طيب هنقف هنا مع الجزء الاولاني، كملوا معايا بقى في الجزء الثاني ونشوف بقيه الكروت عامله ازاي. اوعوا تتاخروا، على طول خش على طول على الفيديو اللي وراه هتلاقي تكمله للباكه ديت. يلا بينا.